رجل الأعمال مستر مهان صاحب طبعا الجابر طبعا للخياطة. بداية أهلا وسهلا فيك أستاذ مهان. نتكلم من هو السيد مهان، متى يجي داخل دولة الإمارات؟ أنا يجي داخل الإمارات 1978 في أول يجي دبي، يعني تقريبا سنة ونص من نافي. نعم. بعدين يجي شاردة. يعني جامعة يعني شاردة ذاك القافية افتتاح مهل. سوى شغل من هناك. أيوه. الحمد لله زين مسير من هناك شغل. إيه. في من هناك هذا تقريبا 40 سنة ذاك القافية. ما شاء الله. بعدين يجي يعني حلوان، يعني هذا منطقة حلوان. جميل. حلوان يجي. أنت شو يسوي شغل طبعا؟ شغل أنا سو هذا مال حريم، هذا مال عرب، لا مال عربي. جميل. مال حريم سو شغل تندورة، فستان جلابي، هذا يعني كله سو. يبيع ولا بس؟ لا بس فصل، يعني في نفراد يجيب قماش، يجيب هذا موديل روح يجيب، يمكن شيء في انا اقول روح عند صبودي. شو مميز داخل الخياطة مال يعني سبيشل؟ نفران نفراس شغل زين، يعني مضبوط شغل هذا. أيوة. لازم سوي شغل مضبوط يعني. نعم. إيه انا اشوف هذا بس مال الكاستمر لازم تبقى هابي. نعم. إيه هذا انا في مستعجل هذا. جميل. إيه جماعه جميل. إيه. طبعا استاذ مهان انت شو يتكلم عن الخطط المستقبليه ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني يريد يفتح محل ثاني ثالث يبيع، شو انت ان شاء الله فيوتشر؟ فيوتشر الحين ما اشتغل محل هذا، انا في يعني يمشي زين هذا في الشغل، في يعني زين هذا، بس الحين انا في بعض وايد سنه اشتغل يعني الحين زين هذا يمشي، عشان كذي يمشي هذا بس. نعم. زين. جميل. نتكلم عن دولة الامارات، الحمد لله هنا دولة الامارات امن امان زين. دولة الامارات انا يجي يعني انا اقول يعني وايد زين هذا بلاد يعني الحين بلاد نفرات كله وايد زين يعني. ولا في الحين انا اقول انا في الحين تقريبا 43 سنه يعني. الحين لين الحين ما في شيء مشكل ولا شيء مني. شيء ما في. بعدين انا كاستمر كله مال موطن هذا كله. جميل. اي وايد زين هذا نفرات يجي. شكرا حق شيخ. انا اقول هذا الشيخ محمد بن سعيد النهيه. يعني وايد زين هذا كله يعني. أنا أقول هذا كله وايد شكرا. أقول هذا قال بعدين شيخ شارجة دكتور سلطان الكاظمي. نعم. يعني وايد شكرا أقول هذا. نعم. يعني لين الكم يعني 43 سنة أنا داخل شارجة يعني. شكرا لك. شكرا. أستاذ مهان يخبر عن هنا يتكلم عن موقع لوكيشن حق الجابر. يخبر السادة المشاهدين لوكيشن. إيه. هذا كي انا كان داخل حلوان هذا. نعم. داخل حلوان في فرب هذا الشارع مني في فرب. نعم. اثنين دكان في بعض في اثنين ثلاثه دكان، واحد في زكية تعليمي هاوس.
بعد الشامل.